صباح الخير واهلا فيكم بحلقه جديده من فقره شو اخبارهم. اليوم عندنا العديد من الاخبار الفنيه حول العالم، زائد مقابله كانت مميزه مع صبيه اسمها رولا مفيد. رولا مفيد مبدعه بعده مجالات، عشان تعرفوا اكثر احضروا اليوم. اول خبر عنا يالا اليوم بحكينا عن الفنانه المصريه غاده عبد الرازق وعن الورطه الكبيره والموقف اللي جدا محرج اللي انحطت فيه بعد ما اعلن المخرج محمد جمعه عن اعتذاره نهائيا عن اخراج مسلسل الخانقه. التفاصيل بتقول انه محمد جمعه عقد العديد من الجلسات مع غاده عبد الرازق وفريق العمل كامل عشان يحكوا اكثر عن التفاصيل وملامح احداث المسلسل كيف رح تكون، بس للاسف الشديد بينت ازمات كثيره من وراها قرر المخرج انه يعتذر نهائيا عن اخراج هذا المسلسل. ماجد المصري هو الفنان اللي وقع البطوله مع غاده عبد الرازق، اما الفنانين الباقيين فما زالوا في قيد الترشيح. المسلسل الكبير هذا رح ينعرض في موسم رمضان المقبل. دي عامله بالضبط زي الطبله، مشدوده من بره وصوتها عالي لكن من جوه يا فاضي خالص. لو شديت عليها شويه هتتقدر لوحدها احسن منك مليون مره. لا سرقت جوزك ولا خطفت ابنك ولا قلت عليكي مجنونه، وخصوصا بقى ان في ناس كتير قوي نفسهم يفضل يتقال عليها مجنونه. استقرت شركه دراما هاوس على مطلع شهر يناير المقبل لبدء تصوير المسلسل الضخم كلمه سر. طبعا اللي بعطي كمان اكثر ضخامه لهذا العمل هو عوده الممثل المصري الشهير هشام سليم بعد غياب كتير طويل عن التمثيل. وقالت الشركه ان فريق عمل المسلسل قد اكتمل عقب التعاقد مع الفنانين نجوى فؤاد وليلى عز العرب واحمد صلاح حسني، مشيره الى قيام السيناريست احمد عبد الفتاح بتسليم الحلقات الاخيره. كما اضافت ان المخرج سعد الهنداوي يعكف حاليا على اختيار اماكن التصوير التي سيبدا بها خلال الايام القليله القادمه. كما ويذكر ان مسلسل كلمه سر سيكون من بطوله هشام سليم ولطيفه التونسيه في اول اعمالها الدراميه. نرقص ايوه من انت عاوز ترقص يا ريت عليك ايوه الظهر التماسي وتزحلق المساء يا اللي انت الحته بتاعتي وحته كويسه ماما بابا ماما. حصلت الفنانه المصريه منى الشلبي على جائزه افضل ممثله سنه 2015 في مهرجان دبي السينمائي وذلك عن فيلمها نواره. اما الصوره اللي هلا عمالكم بتشوفوها نشرتها الممثله هند صبري فخوره بمنى الشلبي وكتبت عليها الف مبروك يا نواره. فيلم نواره من اخراج هاله خليل ومن بطوله منى الشلبي وسوف يعرض قريبا جدا في دور السينما. نواره شبه ستات كتير جدا 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 في مصر، شخص شديد التحمل وشديد القوه ومع ذلك عنده ابتسامه رضا شديده وعنده امل فظيع في بكره. حسيت ان انا يعني مبسوطة جداً أنا أصلاً جليل فيلم. قبل فترة تم اتهام المخرج والنائب المصري خالد يوسف بتهمة التحرش، كما وقام أحد مقدمي برامج التلفزيونية بعرض صور فاضحة حكى أنه هاي الصور تعود للمخرج. التفاصيل بتحكي لنا أنه عميد كلية الهندسة في الإسكندرية اتهم المخرج بالتحرش بزوجته. هلأ خالد يوسف حاول أنه ينفي بكل الطرق هذا الموضوع وحكى أنه هو ما عنده أي خوف إذا نادوه عشان يحكي أقواله للنائب العام، خاصة أنه عنده كتير إثباتات تنفي هذا الموضوع بعيد عن حصانته البرلمانية. وهي تهمة افتراء وتشهير فقط. انتفضت نقابة المهن السينمائية وجبهة الإبداع المصرية تضامناً مع يوسف في وجه ما أسمته محاولات التشويه والنيل من شخصه. وأضاف البيان هذا التصرف على الساحة الإعلامية في هذا التوقيت الدقيق من عمر الوطن وعلى أعتاب بلوغ أولى جلسات البرلمان المصري 2015 لا يمثل إلا استهدافاً لشخص واحد من رموز الفن المصري الفاعلة التي ساهمت في صناعة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولا يمكن قراءة هكذا تصرفات إلا عبر زاوية التهديد والتلفيق والتشنيع ضد كل من يتوقع انتصاره للإرادة المصرية في مواجهة نظام مبارك والتنظيم الإخواني. واختتم البيان إن مبدعي مصر يوجهون بلاغ للنائب العام يطالب بضرورة التحقيق في البلاغ المقدم ضد النائب خالد يوسف على أن يتضمن التحقيق ما تم نشره عبر برنامج المذيع المذكور ليكون القضاء هو الفيصل بين من ادعى ومن ادعي عليه، تماما كما يكون الحاكم
لكل من تسول له نفسه الدخول على خط العدالة بما يحمله في نفسه من أغراض وبما يسوق له من حملات تشويه وتشهير. التفاصيل في هاي القضية كتيرة والنهاية لسه مو مبينة، بس بالآخر نتمنى أن يظهر الحق. رولا مفيد من المبدعين في مجالات متعددة، عاشت بأكثر من بلد، تنقلاتها وعيشتها بالبلدان المختلفة أثرت بزيادة وبإبداع أكثر في المجالات اللي راح تشوفوها بهاي المقابلة. هالمرة ما رح أحكي عوجع شخص واحد، هالمرة رح أحكي عوجع كل الناس، عوجع ما بيحس في غير اللي عايش هالحالة بين الحب والحرب. هاد وجعنا، بين روحك لما تكون بوطنك بس جسدك ببلد ثاني، بين انك تتأقلم وتعيش مع الواقع وبين انك تضل عايش وتتحسن على ذكرياتك، حارتك القديمة، مكاناتك البسيطة اللي رغم بساطتها كنت تطلع منها وانت فرحان، لأن اللي بتحبهم بيكونوا معك بنفس المكان، بس هذا اللي انت ما كنت حاسس بقيمته. وهلأ صرت بعالم حياة عملية، أعطي لتاخذ اللي بدك إياه. رولا مفيد، أنا كتير مبسوطة أنك معي اليوم ومتواجدة هون بعمان بفقرة شو أخبارهم، نورتينا. والله أنا أكثر، وأهلا وسهلا بنورك. أكيد طبعا في فرق كتير كبير رولا بين أول ما تمسك الكاميرا وبين ما أنه بعد فترة تحسي أنه صارت الكاميرا جزء من حياتك. إيش المدة اللي مرقت هاي وكيف حسيت أنك ارتبطتي أكثر فيها؟ هي بتاخذ اول شيء فتره اشهر، يعني مثل ما قلت الكاميرا بتصير بعدها مثل صديقه الشخص او حتى توأمه، انه يصير ماخذها بكل مكان، يصور المواقف اللي تصير، يصور الاشخاص، يصور الطبيعه. يعني انه اول ما يبلش المصور بالكاميرا ما يحدد هو المجال اللي يحبه، ما يحدد نوع التصوير، ما لازم ابدا يحدده، لا لازم يضل هو ينوع يصور هالشغلات كثيره. ضحيتي هلا قبل ما انتقل مثلا عن الشعر نحكي وعن الاخراج، حابه اعرف انت عمالك عم تعملي هلا فيديوهات يوتيوب فريده من نوعها عشانها تقريبا الاولى بالطريقه اللي عم تعمليها عن التصوير وعم تعطي نصائح، فكيف طلعتي بهي الفكره وكيف عم تستمري فيها؟ طلعت فيها انه هي مثل ما قلتي تتسمى الاولى بالنسبه ل بنت بعمري، انه هي صارت تسوي دروس للتصوير انه عن طريق اليوتيوب. بدت وياي انه اني لانه من اول ما بديت بالتصوير الناس اللي كانت تشجعني قليله، يعني يمكن كان هو اليوتيوب هو اكثر شيء اللي معتمده عليه. فجيت كل ما اطور نفسي يعني اكثر صرت انه اشوف انه اني هاي المعلومه انه اوكي شفتها خليني انه استفاد منها وخليني اجمعها، ممكن افيد غيري فيها وممكن اشجع غيري ايضا، يعني انه كاحد بعمري وبنت يعني قليل ممكن نشوفه بهالوقت، انه حتى يمكن اذا تفوتي على اليوتيوب تشوفي دروس بنات يسووها تلاقي قليل، فانه لا خليني اشجع الناس. صح طبعا، هلا كل مع التكنولوجيا كل حدا اللي معه موبايل قد ما هو جديد بيقدر يصور، عرفتي كيف، حسب قد ايه هو جديد، بس بنفس الوقت ناس كتير بيكونوا حابين انه صور موبايلهم تطلع زي كنا از بروفيشنال از كاميرا، وهي انت اللي فرجتيها على اليوتيوب. ايش الطرق المعينه اللي اذا انت سويتها وعملتها ممكن تطلع صورك لسه احلى من الصور انت بتاخذها بالعاده؟ صحيح تمام. حلو، طب اذا هلا ممكن نتطرق شوي للشعر والكتابات. رولا مفيد عمالها بتكتب شغلات وبنفس الوقت بتحط عليها صوتها بطريقه كثير حلوه وإلها رساله معينه، فايش بنقدر نحكي عنه اكثر؟ هذا الشيء هو ما اجى جديد بالنسبه لي، يعني كالكتابه هي من قبل اني انا اكتب، بس كنت بكتب يعني بفصحى اكثر مما اكتب عاميه، بس اجيت بالناس اللي حوالي كلهم انه يقولوا لي انه انت عندك مثلا طريقه شويه للاقناع بالكلام وتكتبي مرات كلام حلو، انه تعالي ممكن احنا نقول لك موضوع معين انت تكتبي عنه وخلينا نسمع يعني بصوتك. فبديت بالموضوع، يعني ما اتذكر اول موضوع شنو كان، بس بديت اسال الناس اشوف الاكثر مواقف تصير معهم، ممكن مشاكلهم، شغلات هم عايشيها محتاجين انه يسمعوها اكثر من محتاجين يقولوها، يعني في شغلات انت محتاجه انك تسمعيها اكثر من انت تتكلمين فيها. الناس كلها تقول جمله العتب على قد المحبه، بس انا اقول العتب على قد الغلطه، لان الاغلاط لما تكثر رح يبطل الشخص يقدر يسامح، رح يبطل يقدر يعاتب أو حتى يسمع كلمة عتب. كل مرة أقول رح أسامح لأني أحب، بس ثاني يوم الشخص يرجع يتمادى، الشخص يرجع يزعل لحتى أجي أنا أراضي فيه، مع أني أنا أكثر واحد مجروح منه وأكثر واحد ينتظر هو اللي يراضيني.
طبعا انت هلا اذا الفرق بين الناس اللي بالعاده بكتب الشعر وبين الشعر اللي انت عمال بتكتبيه انه اي شخص بكتب شعر بيكون له دخل بحاله اكثر شيء او موقف صار معاه او موقف اثر فيه، بس لما انت بتكتبيه انك عمالك بتطلعي اللي جوا الناس اللي مرات كثير صعب انه هم يحكوه اماك تاخذيه منهم وبتحكي عنهم بطريقه كثير حلوه. هلا شاركتي مع الهيئه الملكيه للافلام باخراج فيلم قصير اللي هو اسمه حوار ثانوي. حوار ثانوي كان له قصه معينه انا حابه تحكي لنا عنها وتحكي لنا عن الرساله اللي كنت عماله بتوصليها. حوار ثانوي كان فيلم قصير، هو اخر مشاركتي مع الهيئه الملكيه. كان هو بيتكلم عن قصة طفل بالمدرسة، هو كان شخص الطفل اللي دائما مميز أكثر شيء عن الأطفال البقية، أنه ذكي كثير، أنه حرك. فهذا الطفل قصته أنه كانت صار موقف معه مع مس الرياضيات كانت بتدرسهم. مس الرياضيات كانت أنه دائما بتجيب لهم فواكه، مثلا أنه كان درس من دروس جابت لهم 3 تفاحات حطتها فسألتهم أنه كم تفاحة موجودة، فالطلاب كلهم حكوا انه 3 الا هو 4. ترجع بتسال انه منو اللي قال 4؟ يقول لها انا يا مس، انه حتى انه مو خايف، انه يقول لها لا انه واثق من نفسه انه انا. ترجع بتعيد انه تقول لها انه هاي 1 2 3 انه هاي التفاحات كم واحده، الكل يقول 3 الا هو 4. فهي صارت عصبيه واجت لعنده انه كثير عصبت عليه، فتقول لها انه ليش يعني ليش شايفها انت 4 ما هي 3. فهو قد ما خاف منها يعني صار صعب بيتكلم، فصار يأشر على بلوزتها يعني انه بس يأشر. فهي صارت تطلع على البلوزة انه التفاحة الرابعة هي موجودة على بلوزتها، فانه هو يعني كان الغاية من هالفكرة يعني رسالة نقدر نقول انه انت لا تأخذ انه يعني كل تفكير شخص ممكن يكون يختلف عنك. يعني هو تفكير الطفل بريء كان، يعني كان حسبها لأنه ذكي كثير وحرك، فأنه حسب هاي 3 وانتبه أنه عبدوزتها هي 4. أما هي عصبت فورا، ما راعت أنه هو طفل أنه يكون ممكن لا استنتج التفاحة الرابعة من وين، أو حتى تسأله أنه هذا الاختلاف بين أنه كل شخص تفكيره كيف كان. هلأ رولا بدي أتطرق لموضوع تاني. حضرتك عراقية، عشت لفترة بالعراق وبسوريا وبالأردن، وذكرتي لي كمان بسعودية، وانت هلأ مستقرة في تركيا عشان شغل فريلانس. كيف أثر فيكي كل البلدان اللي عشتي فيها كوطن عربي؟ حابة كمان أعرف عن البنت السورية اللي صورتيها في تركيا. هذا العمل هو اسمه حكاية وطن، سويته تعرفت عن طريق الانترنت على صديقة خلود، هي شاعرة سورية، فكتبت لي انه هي حابة تسوي وياي عمل مشترك انه كعراقية وكسورية، وهي تكون الكتابة من عندها الكلمات وأنا يكون الصوت من عندي، ونفس الوقت أن يكون لها فكرة إخراجية. فاجتمعنا بهالشيء، كان النص هو عن سوريا وعن الأوطان. وقتها أنه كانت بالصدفة يعني بأحد بلدان من تركيا بورصة، لقيت طفلة سورية كانت يعني بتحكي مع اللي معاها أنه هي سوري، فأنه لفتت نظري أنه هي شكلها يعني تشوفيها ما تحسيها أبداً عربية. فرحت لعندها انه انا وكاميرتي، فانا قلت لها انه انت من وين، انه انت سوريه وهيك. اول ما شافتني خافت انه صارت تبتعد عن الكاميرا، فصرت اقول لها انه هاي كاميرا، يعني انه انت خايفه شو ممكن تكون؟ خايفه تكون سلاح؟ لا هي مو سلاح. حبي سوريا انتي؟ حبي سوريا ولا تركيا اكثر؟ سوريا؟ قولي بحبك يا سوريا. يبكي لينا الحدود، كانت فلسطين صغيرة موجودة.
كانت العلاقة بتبكي وبتنام مرفوحة. ولما سوريا وعيت وصحيت على صوت النايم عرفت القصة الموجوعة. تفكير ناس صار كله عنوانها قصص الحرب. ياسمين الشام صار يدعي إني بكرة بالأقصى نصلي. وبهذاك اليوم كان مطر وكان وطن على شباكي بيبكي. كنت نايمة ما بعرف شو بيصحاني وعيت فجأة على صوت وطن. سألته وطن أنت هون؟ ليش عم تبكي؟ وقت وطن راح والدعم وقال لي ما عاد رجع يا بنتي. أمنيتنا لسنة 2016 إنه يعم السلام بالعالم كامل وخصيصا في عالمنا العربي ونشوف كل شيء يرجع زي ما كان قبل. طب رولا مفيد مشاريع مستقبلية؟ مشاريع مستقبلية حاليا هسه بدي أفكر إن شاء الله بديت فيه. هو كليب وأيضا يعني راح يكون صوتي فيه اللي أتكلم. اسمه كاميرتي حياتي. كاميرتي حياتي راح يكون فيه إنه أتكلم فيه شوية عن نفسي، بداياتي بالتصوير. نوع هو يعني نقدر نقول فيديو تحفيزي وفيديو أعطي فيه مثل نصائح إنه أنت كمصور مو إنك تمسك كاميرا فصرت مصور. لا، في كثير فرق بين مصور مبدع يصور صورة حلوة وبين مصور أفراح نقدر نقول. يعني إنه بين إنك تمسك كاميرا وتكون شخص عادي وبين إنك تكون فنان ومسكتك على الكاميرا. لأنه كيد شفتي بهالوقت إنه تعددت الناس اللي صار عندهم كاميرات فعلاً صرتي صح واحد يلخبط. فهذا إن شاء الله يكون المشروع اللي جاي إن شاء الله خير. رولا أنا بتمنى لك كل التوفيق بأي بلد كنت فيه إن شاء الله، وأكيد كل زيارة لإلك بأخبار جديدة رح نتابعها إن شاء الله. شكرا لك. هيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا من فقرة شو أخبارهم لليوم. إن شاء الله بتكون عجبتكم. تابعونا الأسبوع الجاي بأخبار مقابلات جديدة. باي.